احتدام الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي طالت مختلف أنحاء العالم كان محور اجتماع جرى بالقاهرة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والبولندي أندريا دودي، بحثا عن بدائل تجنب الشعوب آثار الأزمات الناتجة عن الحرب التي تهدد بشكل رئيسي أمن الغذاء والوقود. بولندا أحد الدول المهمة المطلة على بحر البلطيق والمنفذ الأساسي الآن للقمح الأوكراني أو حتى القمح البولندي، الذي أيضا يعد من أهم مصادر الغلال العالمية فيما يتعلق أيضا بأمن الطاقة. نحن نتحدث عن مصر التي أصبحت مركز إقليمي للطاقة ولديها الآن قدرة أيضا تصديرية في هذا الإطار. القمة المصرية البولندية تطرقت كذلك إلى أزمة سد النهضة التي عبر الرئيس البولندي عن تفهمه لما تمثله من مصدر قلق للمصريين، مؤكدا دعم بلاده لمصر في تلك القضية الحيوية. المقاطعة التي تعرضت لها روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا يمكن أن تلغى من خلال التفاوض. يجب أن تشارك أوكرانيا في المفاوضات، ويجب أن تقبل الحلول التي يتم طرحها. فنحن لا نتصور أن تكون هناك حلول سلمية من دون مشاركة وموافقة أوكرانيا. تطورات القضية الفلسطينية كانت حاضرة كذلك على طاولة مباحثات الرئيسين اللذين طالبا بوقف سياسة الاستيطان لتهيئة الأجواء أمام إجراء مفاوضات جادة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. تم التأكيد على أهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يتطلب وقف سياسة الاستيطان واقتطاع الأراضي الفلسطينية. القمة أظهرت كذلك توافقا مصريا بولنديا حول ملفات التكيف مع التغير المناخي والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب. على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضته من تحديات عميقة تتمدد في كل اتجاه، تنطلق من القاهرة مرحلة جديدة من الشراكة المصرية البولندية، بحثا عن حلول من شأنها التخفيف من حدة الآثار المريرة المترتبة على تلك التطورات الدولية المتلاحقة. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.